وللوقوف عند آخر تطورات قضية الناشط باسم خشان، ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ فاهم خزعل خشان، شيخ عموم عشائر البركات في العراق. شيخ فاهم، سلام الله عليكم. بداية، هل فعلا تم إطلاق سراح الناشط باسم خزعل خشان؟ شيخ فاهم، هل تسمعوني شيخ؟ هل تم إطلاق سراح الناشط المدني باسم شيخ فاهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد تم إطلاق الشيخ باسم خزعل خشان. طيب، يعني ما هي التهمة أصلا التي على أساسها تم اعتقاله؟ أنت أكيد رجل متفهم، والأوضاع اللي وصفتك بأن هو كان بريء. طيب، نعم، فهذا ضغط من قبل جهات سياسية، وصلوا لهيج مرحلة، فمن وصل التمييز الحمد لله طلع خارج. شيخ فاهم، كيف وضع الصحي لباسم؟ هل تعرض إلى مضايقات معينة أثناء احتجازه أو حكمه؟ لا، الحمد لله. طيب، أثناء عرض باسم على القضاء، هل تمت تبرئته بالكامل من التهم التي نسبت إليه؟ أنا الآن سؤالك ما جايش مع الوفود العشائرية من كل محافظات، من كل المحافظات ذات محافظة المثنى. أنا الآن في مضيف الشيخ خزعل خشان، فالوفود العشائرية هل صوتك ما جاي؟ طيب شيخ، هل تسمعوني الآن؟ نعم. هل تمت تبرئة باسم من كل التهم التي نسبت إليه؟ نعم. تبرئته بالكامل. طيب، هل القضاء اقتنع ببراءته أم جاء بضغط شعبي وإعلامي الذي رافق اعتقاله؟ نعم، الضغط الشعبي والمظاهرات الحاشدة من كافة محافظات العراق هي الذي ضغطت على المحكمة، وإن شاء الله خرج والحمد لله. طيب، شكرا جزيلا الشيخ فاهم خزعل خشان، شيخ عموم عشائر البركات في العراق. يبدو أنه منشغل في استقبال الوفود العشائرية التي جاءت مهنئة لإطلاق سراح الناشط المدني باسم خزعل خشان. نتمنى له السلامة.